بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير متابعي الكرام. أكلي امبارح طوال اليوم أكل صحي، ما لحقت أنه أنزله، رح أنزل لكم إياه اليوم. نبدأ بتناول فنجان من القهوة بدون سكر. بعد القهوة بساعة رح نتناول وجبة الفطور، حبتين من البيض مع قليل من الكمون والفلفل الأسود وشرائح من الخضار مع كوب من الشاي، أكيد الشاي بدون سكر. أما عن وجبة الغداء فعندي كيس فاصوليا خضراء طالعته من الفريزر، رح أنزل شرائح من لية الخروف وأشوحها إلا تسيخ، وأنزل اللحمة مع شرائح من البصل والثوم. مثل ما لاحظتم أعزائي ما ضفنا لا زيت ولا سمنة، ضفنا اللية لأن اللية كثير مفيدة وطعمها جدا لذيذ وصحية. بعد ما شوحنا اللحمة مع اللية 10 دقائق على النار تكون مرتفعة حتى نتخلص من الماء الموجود باللحمة، نزلنا الفاصولية مع الطماطم. الفاصولية أعزائي مفرزة، أنا أفرزها بدون ما أغليها، لذلك بدنا نطبخها نفس طريقة الفاصولية الخضراء اللي بموسمها. رح أنزل المي، من الضروري المي يكون كثير شوي حتى تستوي عندنا الفاصولية مع اللحمة، وحتى لو بقى المي كثير حتى ناخذ طعم اللحمة الموجود بالمي. لازم تتأكدوا 100% أن الفاصولية واللحمة استوت، وتنزلون المعجون الطماطم حتى ما تشد معاكم اللحمة. لو ضفنا المعجون الطماطم بالبداية راح تشد اللحمة وتشد الفاصولية وما تستوي بسرعة. وهاي عندي اللحمة استوت، راح أنزل قرن من الفلفل الأخضر ورشة من الفلفل الأسود. رح أغطي الطنجرة وأتركها 5 دقائق حتى تثخن شوي المرقة وأنطفي النار. وجبة لذيذة ومشبعة، ممكن نتناول جنبها طبق من البرغل والشعرية. أما وجبة العشاء أعزائي نحاول قدر الإمكان أنه نأخر وجبة الغداء، تكون الساعة 5 أو 6 حتى ما نشعر بالجوع ونتعشى، وحاولوا أنه ما تسهروا حتى ما تاكلوا كثير بالليل. أما لو شعرتم بالجوع ممكن تتناول حبة من الفاكهة أو شرائح من الخيار أو طبق من سلطة الخضار أو الزبادي، وما تنسوا تناول كوب من الشاي الأخضر قبل النوم. فيديو اليوم خلص، أتمنى يعجبكم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.